من القاهرة لنبدأ النقاش، وربما أسئلة كثيرة تتعلق بالداخل الإسرائيلي، ولكن أبدأ معك. إلى أي مدى حتى الآن تهتز تل أبيب من الداخل؟ في هذه اللحظة عادت مرة أخرى الاحتجاجات ضد تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفضه الدخول في مفاوضات للوصول إلى تسوية ووقف إطلاق النار وتبادل للأسرى. شهدنا خلال العام المنقضي موجات متتابعة من الاحتجاجات. نتنياهو وحكومته تجاهلوا هذه الاحتجاجات وأصروا على المضي قدما في العدوان، أولا على قطاع غزة ثم في الجبهة الشمالية. عندما يستطيع نتنياهو وجيش الاحتلال تحقيق ما يمكن تسميته إنجازات على الأرض، تتراجع هذه الاحتجاجات. عندما تتعاظم أو تتصاعد خسائر الجيش الإسرائيلي ويبدأ المجتمع الإسرائيلي يفقد الأمل في تحقيق إنجاز سياسي أو تحقيق أهداف الحرب، أي حرب أو أي عمليات عسكرية ميدانية يجب أن يكون لها أهداف سياسية. كلما يبتعد جيش الاحتلال وتبتعد الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق تلك الأهداف، يبدأ المجتمع الإسرائيلي في التململ، ثم يتصاعد الأمر إلى الاحتجاجات والغضب. يعني رأينا عندما استطاعت إسرائيل أن توجه ضربات إلى حزب الله قبل شهر ونصف تقريبا، سواء بعملية البجر أو بعدها استهداف واغتيال عدد من قياداته، تراجعت هذه الاحتجاجات. الآن مع وجود خسائر بشرية يومية سواء على جبهة جنوب لبنان أو على جبهة غزة، بدأت مرة أخرى الاحتجاجات تعود إلى الواجهة، بدأت مرة أخرى الجاب والخلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يظهر. نجد تصريحات من جالنت ومن هاليفي. إذن هي خلافات نتنياهو وجالنت، هي أيضا ملف المحتجزين، هي فتح جبهة صراع جديدة سواء مع إيران بشكل رد الفعل والفعل، أيضا جبهة لبنان، العديد من النقاط الهامة حضرتك تحدثت فيها، وخصوصا فيما يتعلق أيضا بما الذي يحدث اقتصاديا في الداخل الإسرائيلي، وأيضا كيف يتم استخدام الإعلام أيضا لمحاولة تهدئة الداخل الإسرائيلي، وإلى أي مدى هو هذا الإعلام يتحرك وينعكس على صورة الاحتجاجات بشكل عام.